هذا البرنامج برعاية صناعة الدواجن الوطنية المحلية حققت الاكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء بنسبة تتجاوز 98% وساهمت في الحد من انفلات أسعار اللحوم الحمراء، وده بفضل سياسة الدولة المتبعة للنهوض بقطاع هام لتوفير الأمن الغذائي. صناعة الدواجن من الصناعات كثيفة العمالة، ووصل حجم الاستثمارات فيها 100 مليار جنيه، وبيعمل فيها أكثر من 3,500,000 شخص، وإنتاجنا من دواجن التسمين وصل ل 1.4 مليار طائر و13 مليار بيضة. الحاج عبد الحليم مشالي احد اصحاب مزارع الدواجن بالمنصوره، اهلا بيك. اهلا بك، نورت وشرفت. عرفنا بقى احنا هنا فين، في اي مزرعه، والمزرعه هنا ده مزرعه الحاج عبد الحليم مشالي في الدواجن من سنه 80، من مؤسسي الدواجن في مصر، ودي محطه امهات بيضه، ومدخلين كتكوت الروس بتاع الوادي، وكتكوت الوادي دي الروس ده من احسن الكتكوت، من احسن السلالات في مصر اتعاملنا معاها، قطاع يعني انتاجات عاليه، مالوش مشاكل، تحويل لحم عالي جدا، ادويه اقليه، مناعات عاليه جدا بالنسبه لكتكوت الوادي الروس. تمام. فاحنا بنتعامل فيه معانا بقى فتره. تمام. بس هو السوق اللي مش مساعد الناس، لان الخسائر كتيره. انت كمربي طب حاليا دلوقتي انت شايف السوق ازاي؟ السوق ما حدش عارفه اول من الاخر. طبعا ارتفاع الخامات اثرت على السوق، الكتاكيت بجنيه ونص، طبعا تكلفه الكتكوت النهارده بقف علينا 5 جنيه، فالنهارده ما تيجي تبيعه النهارده بجنيه ونص، النهارده طبعا في خسائر فادحه، وما حدش مستفاد من السوق ده الا التجار. تمام. لان المربي بيخسر، والمستهلك بياخد فرخه غاليه او بيضه غاليه، برضك مظلوم. هي الوساطه اللي واكله السوق عندنا بالنسبه للدواجن، فالمفروض الدوله تتدخل تشيل حاجه اسمها الوسيط. تمام. العلف النهارده تجار العلف النهارده بقى باطره، طبعا ما فيش تسعيرات للعلف، كل واحد بيبيع بمزاجه، بتوع الادويه طبعا الدواء مش مسعر، كل واحد بيحط الاسعار اللي هو عايزها في السوق. تيجي انت كمنتج النهارده في اسمها بورصه الدواجن، ناس اصلا لا ربط فراخ ولا تعرف حاجه عن الفراخ، زي تقول قاعدين على كافتريات قهاوي، يصبع الصبح يقول لك الكتاكيت بكذا. انت شايف دور الاتحاد العام لمنتجي الدواجن ايه في موضوع الاتحاد المنتجي الدواجن؟ هو اللي يحط التسعير، مش شويه اللي قاعدين على القهاوي والكافتريات وعملوا ماليات. لا، اصحاب المزارع بتخسر، والشمصره النهارده وتجار العلف هم اللي واكلين السوق، كل المكاسب كلها في ايد تجار الكتاكيت، وفي ايد تجار العلف، وفي ايد تجار الادويه. تمام. انا كمربي النهارده بخسر، وانت كمستهلك النهارده بتاخد السلعه غاليه،
الوسيط هو النهارده اللي مبوظ السوق، فاحنا عايزين نشيل حته الوساطه في السوق. الدوله تتدخل، شوف تكلفه الفرخه كام، وادي للمربي هامش ربح حتى لو قليل. تمام، ياخد مثلا عندي كيلو فراخ بكذا يسلمه للمستهلك بكذا. يعني مثلا بقى من عندي مثلا كيلو فراخ ب 20 جنيه يبقى في السوق ب 30 جنيه ازاي؟ بناء على ايه؟ انت خدته مني ب 20 اديني المستهلك ب 22. حلقات الوسيط هي السبب في كل ده. وبعدين احنا كنا ايام الوزير يوسف والي كنا كان لنا بطايق بناخد علف على البطاقه بندفع في البنك الزراعي. بندفع، فكانت التسعيره موحده. النهارده تجار العلف النهارده اباطره في السوق النهارده. يعني انت شايف النهارده علشان ننهض بصناعه الدواجن هي حلقات الوسيط، القضاء على حلقات الوسيط، القضاء على حاله الوساطه، وتفعيل دور الاتحاد العام للمنتجين. الاتحاد العام للمنتجين ويكون ناس اصلا من اصل المهنه، يعني ناس مش جاي من مكان تاني يشتغلوا في المهنه. ده من اكبر الاخطاء. انت النهارده عشان تسعر كتكوت النهارده لازم يكون واحد من المنتجين الدواجن يعرف تكلفته قد ايه. ودي للمربي هامش ربح، ما بقولكش اديله كذا، اديله هامش ربح. هو برضك يتواصل، يعني انت هتيجي مثلا يعني طبق البيض النهارده مثلا ب 45 وهيوصل 60 جنيه. طب السبب في ارتفاع اسعار البيض انت شايف السبب ايه؟ ليه بقى؟ ان من كتر الخسائر طلع من المنتجين البيض حوالي 80% من السوق خسروا ومش هيرجع له لان ما عادش معاه سيوله. تمام. وبتوع مكاتب العلف اللي كان بيدي بالاجل قال لهم ما عادش مأكل، تدفع تشيل، ما تدفعش ما تاخدش. تمام. والنهارده بالنسبه للكتاكيت النهارده انا بقى النهارده الكتاكيت ب 2 جنيه. هي تكلفتي عليا 5 جنيه. فببيع بخساره. مين اللي بحط السعر؟ واحد قاعد على القهوه او واحد بس برضه يا حاج السوق عرض وطلب، يعني في اوقات مثلا سعر الفراخ بتعلى وفي اوقات سعرها بتعلى من كتر الامراض. فالعرض بيقل. يعني النهارده مثلا عندك النهارده الاي بي شغال النهارده واتش 9 النهارده اللي بيدخل 10,000 فرخه النهارده بيبيعهم مع احترامي ليك 5,000. ففي نسبه 50% من العرض مفقوده. فدي بتعلي الخسائر بتاعت المربي. فبضطر المربي يشد باب المزرعه ويقول لك السلام عليكم انت شغال. فما قفل باب المزرعه احنا كاصحاب كتاكيت مش عارفين نبيع كتاكيت، هنديها لمين؟ انت كمربي رسالتك ايه النهارده سواء للمسؤول او للمربي؟ احنا عايزين الدوله انها تتدخل تشوف حل للدواجن. ناس مسؤوله وايدها في المهنه من الدوله. وتشيل وسيط العلف تشيله خالص تلغيه، وتشيل وسيط الكتاكيت، وتشيل اللي قاعد يحط بورصه قاعد على القهوه يقول لك الفراخ النهارده مثلا ب 25 جنيه. ب 20 جنيه، هو لا مربي ولا يعرف حاجه عن الفراخ اصلا، ومعظمهم كلهم ناس مش عايزين نتكلم في حقهم. المزرعه كلها هنا ذكور وامهات واناث صح؟ امهات ذكور واناث. تمام. احنا بنتعامل ازاي مع الكتكوت بقى من البدايه؟ احنا بنجيب الكتكوت ابن يوم بنستقبله على حراره 32 درجه ومعاه طقم من العمال ومعاه المهندس عوض. يعني المهندس عوض ده كفاءه، راجل مطيع وبيستجيب لل عنده استقبال وشاطر يعني. وفي مهندسين مش عايز يشتغل. ما هو ده برضك من سبب خسائر الدواجن برضك المهندسين. قاعد في اوضته مش عايز يطلع من اوضته، وفي مهندس النهارده بيشتغل وشايف مصلحته. فده بيساعدنا على النجاح برضك. يعني من ضمن اسباب نجاح المزرعه رقم واحد المهندس. يعني انت النهارده مثلا عندك طبيب شاطر وصاحب مزرعه شاطر ومهندس فاشل خلاص باي باي. ما ينفعش. فيعتبر رقم واحد النهارده المهندسين الكفاءه. تمام. احنا بقى بنبقى كمربيين مكملين له، ان كان الطبيب او صاحب المزرعه بوفر له امكانياته عشان المنظومه تعلى، المثلث ساكن. اما النهارده مهندس شاطر وصاحب مزرعه مش كويس مش هيحقق نتائج. بالفعل صح. صاحب مزرعه شاطر ومهندس مش كفاءه بقى بيوديك في دوامه. معايا مثلا دكتور مثلا سمير الشافعي النهارده من اشطر الدكاتره في مصر. يعني النهارده يعتبر رقم واحد على مستوى مصر النهارده الدكتور سمير الشافعي. ده علامه مميزه النهارده في مصر بالنسبه للامهات والتسمين على مستوى مصر النهارده. ده راجل اولا بيشخص الحاله من ما بيدخلكش في ثلاث حاجات. يقول لك الحاله كذا. دواء مبسط كفاءه نتائج. دكتور سمير الشافعي. ده معانا بقاله فتره من اكفأ الدكاتره ومحقق النتائج عليها مثلا في الرز محقق 92%. هنا المزرعه على مساحه قد ايه يا حاج؟ دي المساحه على 6000 متر. تمام. كل عنبر بيشيل قد ايه؟ كل عنبر بيشيل له 2500. 2500. ده كلها امهات سواء ذكور او اناث. امهات اناث. وده عنبر الذكور ده عمره النهارده 43 يوم. والاناث هوريها لك في العنابر الثانيه.
فعلى 100 مثلا 60 يوم بنبدا نجوز. المهندس عوض بهنس مدير احد مزارع الدواجن بالمنصورة، اهلا بيك. يا اهلا بحضرتك. احنا النهارده في مزرعه لذكور الامهات. احنا بنتعامل ازاي من بدايه استلام الكتكوت هنا؟ حضرتك احنا بنستقبل الكتكوت على درجه حراره 32، تمام؟ بعد كده درجه الحراره بتنزل تدريجيا مع العمر، ماشي، لحد ما نوصل لدرجه حراره بيتكيف عليها الطائر نفسه، تمام؟ بالنسبه للكتكوت اهم حاجه في فتره التربيه والانتاج التهويه، تهويه، ميه، علف كويس، مصدر ادويه كويس، تمام، طلع فرخه كويسه في احد او بعض او كل، تمام، مربين الدواجن ما يعرفوش حاجه اصلا عن الدواجن وهم بيربوا، فلما تشتغل مع حد يكون صاحب مال فاهم الشغل وفاهم الدنيا ومدرك للمخاطر ومدرك للنتائج بتاعته، المزرعه بتنجح والدنيا بتنجح معاه وبتوصل لبر الامان. تمام، احنا هنا العنبر بيشيل قد ايه بقى؟ العنبر بيشيل 2500. 2500؟ اه. الدوره بتاخد قد كام يوم؟ الدوره بتاخد 64 اسبوع. 64؟ اه 64 اسبوع. كلمنا بقى على الذكور اللي هنا بتتعامل معاها ازاي؟ بالنسبه للذكور طبعا بيبقى علفها مختلف عن الاناث، تمام، بتاخد كميه علف اعلى من الاناث شويه، تمام، عشان نبني الهيكل العظمي بتاعها وتكون قادره على ان هي تكمل معايا لحد اخر الدوره. تمام. بالنسبه للذكور، الذكور برضو بنحاول ان احنا طول فتره التربيه ان احنا نعملها معامله جافه شويه. من ناحيه ايه؟ من ناحيه مصدر الميه ومصدر الاكل، بنكون عاملينه على ارتفاعات معينه، تمام، بحيث ان احنا نبني كيرب للديك بحيث ان هو لما يدخل العنبر يبقى مسيطر على القطيع بتاعه. الحكومه دلوقتي بتقول لك ان احنا بنشجع المزارع المغلقه بدل من المفتوحه، انت ايه رايك؟ طبعا المغلق افضل، لان المفتوح معرض لجميع الفيروسات والبكتيريا ومعرض لاي حاجه، لاي شيء. كلمنا بقى على الامان، الامان هنا بالنسبه للمزرعه، بالنسبه للتهويه. بالنسبه للتهويه احنا يعني بنلتزم بدرجه حراره. تمام. تمام، بنظبط فتحات التهويه على اساسها وعدد الشفاطات على اساسها. تمام. تمام، سواء بالصعود او بالنزول. بالنسبه للتهويه، التهويه الجيده بتطلع فرخ كويس. تمام، وده بيبقى ليه اثر كمان لامراض كتير زي الميكوبلازما، تمام، والايكولاي والبكتيريا الناشئه من الفرش، زي الكوكسيديا والكوليسترول. الفرشه دي ايه بقى؟ الفرشه دي ايه؟ نشاره. نشاره خشب. دي بتساعد على ايه بقى؟ فايدتها ايه؟ دي فايدتها ان هي حمايه لرجل الطائر وللطائر نفسه، وكمان معظم التحصينات بتستمر في الفرشه لنهايه الدوره. انت لو عندك نسبه نافق النهارده بتتخلص منها ازاي؟ بتخلص منها يا اما بالحرق يا اما بالدفن. هذا البرنامج برعاية
المهندس حمدي سويلم عضو لجنة الدعم الفني والمتابعة بقطاع تنمية الثروة الحيوانية والدواجن التابع لوزارة الزراعة. اهلا بيك. اهلا وسهلا. احنا النهاردة في مزرعة للدواجن بالمنصورة. احنا كقطاع النهاردة بنقدم ايه للمربي الصغير؟ بالنسبة لصغار المربين، الوزارة حاليا ماشية في المشروع القومي لتطوير مزارع الدواجن وتحويلها من النظام المفتوح الى النظام المغلق. حاليا في بروتوكول اتعمل ما بين وزارة الزراعة قطاع تنمية الثروة الحيوانية والدواجن والاتحاد العام لمنتج الدواجن والبنوك الوطنية زي البنك الزراعي والبنك الأهلي. بتتكفل وزارة الزراعة بإجراء الشغل الفني لتحويل المزرعة من النظام المفتوح للنظام المغلق، وبتتكفل البنوك الوطنية بعملية التمويل، والاتحاد العام لمنتج الدواجن له دور في العملية الفنية معانا. احنا بننزل المزارع، بنطوف جميع مزارع الجمهورية، القصد منها مساعدة صغار المربين في العملية الفنية من التحويل من النظام المفتوح لنظام المغلق. عملية التحويل ديت بيبقى لها متطلبات، المتطلبات بتبقى عبارة عن تجهيزات في قلب العنبر، من إذا كان هيعمل كلوزد كامل يبقى بنا جدران، إذا كان هيعمل سيمي كلوزد زي المزرعة اللي احنا فيها فبتتقفل بستاير وبشمع بحيث انها تبقى محكمة الغلق. طبعا التهوية بتتم عن طريق الـ نظام المراوح من وراء أو الشفاطات ونظام الباك كولينج من قدام. ده بيضمن للمربي الصغير أول حاجة زيادة نسبة أعداد الطيور عنده، يعني في بدارة تسمين المتر في المفتوح بياخد 10 طائر، في المغلق بياخد 18 طائر. استهلاك العلف بالنسبة للطائر بيقل لأن معامل التحويل في النظام المغلق بيبقى حوالي 1.5 معامل التحويل دوت، اللي هو كمية العلف اللي الفرخة بتستهلكها بتطلع قد إيه قصادها لحم. يعني بالبلدي كده الفرخة هياكل كيلو ونص علف يدي قصاده كيلو لحم. معامل التحويل في النظام المفتوح بيوصل لـ2، ودي تعد خسارة لصغار المربين. نمرة 3 توفير الطاقة، لأن العنبر لما يكون محكم الغلق أقل نسبة تدفئة بتبان فيه، إنما العنبر المفتوح أو اللي بيبقى فيه فتحات بيعمل تسريب للحرارة وبالتالي التكلفة الاقتصادية للطاقة بتزيد. عملية التحويل من النظام المفتوح للنظام المغلق بتضمن للمربي على آخر الدورة إنه يطلع منتج كويس في فترة دورة قليلة. فترة الدورة بتوصل في النظام المغلق من 33 ل 35 يوم، إنما في النظام المفتوح بتوصل ل 38 و40 يوم. والمعروف في دورات التسمين إن كل ما مدة الدورة زاد كل ما التكلفة الاقتصادية زادت، خصوصا في العمر الكبير. فطبعا وإحنا حاليا بنلاقي تجاوب كبير من صغار المربين في عملية التحويل من النظام المفتوح للنظام المغلق. النهارده كمربي النهارده عايز اعمل مزرعه دواجن، اعمل ايه؟ لازم الاول يكون عندك خلفيه بعمليه التربيه. ما ينفعش واحد يكون جاي عاوز يخش المهنه جديد يغامر، لازم الاول يكون عنده خلفيه بالتربيه، يشتغل في مزرعه، يدرس الموضوع دراسه فنيه، دوره حياه الفراخ يدرسها كويس، ويدرس الموضوع دراسه اقتصاديه. بعد كده لو الموضوع هيشوف بالنسبه له ان هو كويس، عليه انه يتوجه للمناطق اللي المناطق الصحراويه اللي ينفع يقوم فيها مزارع دواجن، لان توجه الدوله دلوقتي هو نقل المزارع من الكتله السكنيه وابعادها عن الكتله السكنيه وتوسع النشاط في الظهير الصحراوي. عليه انه يتوجه لاقرب مديريه زراعه بطلب، بتتم الاجراءات بسرعه وبيتم استخراج ترخيص البنى في خلال فتره وجيزه، يقدر بعدها من خلالها انه يبني العنبر بالطريقه اللي تناسبه واللي تريحه حسب الجدول الاقتصاديه بتاعته. احنا دلوقتي عندنا حصر لمزارع الدواجن الالكترونيه، صح؟ تمام. اتكلمنا عنها. حاليا الحمد لله وزاره الزراعه قامت في الفتره الماضيه بعمل حصر دقيق لجميع انشطه الانتاج الحيواني، مش مزارع الدواجن بس، مزارع الدواجن ومزارع المواشي بجميع انشطتها المختلفه، وكمان اضافه الى حصر ل الحظائر الصغيره لتربيه المواشي. الحصر ده بيساعد على ان الدوله تعرف ازاي ترسم السياسه الزراعيه المنوطه بها في الفتره اللي فاتت. فبفضل الله تم الانتهاء من الحصر لجميع مزارع الدواجن. الحصر ده مش مجرد حصر انك بتعرف اسم الراجل ورقمه، لا، انت بتقدر تعرف عن طريق الاحداثيات موقع المزرعه فين بالظبط. يعني كل مزرعه دلوقتي اصبح لدينا خلفيه كامله عن مالكها بصفه شخصيه وعن موقع المزرعه. تمام. وطبعا ده يساعدنا تحديد اكتر
الانشطه اللي تقدر المزارع تشتغل فيها عشان نساعد المزارع كلها انها تشتغل بنظام الاول ان والاول اوت، لان احنا عندنا مشكله في الوادي والدلتا ان الوحدات الانتاج صغيره. فالوحدات الانتاج صغيره لو انت سبتها تشتغل بكل واحد يشتغل بمزاجه هيحصل تفاوت كبير في مواعيد الدخول ومواعيد الخروج. فممكن يكونوا مزرعتين جنب بعض، مزرعه فيها عمر كبير، المزرعه جنبها فيها عمر صغير، وبالتالي العمر الكبير ينقل المرض للعمر الصغير. فاحنا عن طريق توحيد النشاط بنظام الدخول الكل وخروج الكل اول ان اول اوت بنساعد ان الكتل الصغيره ده تعمل كوحده واحده، ان المزارع كلها تدخل مع بعض يشتغلوا مع بعض يطلعوا دوره مع بعض. وده ان شاء الله اللي القرارات الوزاريه اللي صدرت مؤخرا نادت بيه، وده ان مفيش مزرعه الوقت بيطلع لها ترخيص تشغيل الا لما بتلتزم بحاجه اسمها توحيد النشاط، ان هي وجميع المزارع اللي في نطاق 500 متر بيدخلوا النشاط مع بعض وبيخرجوا مع بعض. 80% النهارده من صناعه الدواجن لدى صغار المربين. تمام. حلقات الوسيط وارتفاع التكلفه الناس بتعاني منها كتير، انت من وجهه نظرك حلها ايه؟ والله انا شايف ان الحل الامثل لتدارك عمليه الحالات الوسيطه ان يبقى المزارع الصغيره تحاول انها تجتمع في كيان موحد لها بحيث ان يبقى لهم صوت مسموع، بحيث ان الحلقات الوسيطه والتجار الصغيرين ما يتحكموش في السعر. هم لو قدروا ان هم يتوصلوا بان يبقى لهم زي ناس تقدر تتكلم عنهم، تقدر توصل صوتهم لوزاره الزراعه وللاتحاد العام لمنتج الدواجن، تقدر العمليه يكون فيها تحكم شويه في عمليه وجود السمسره والحلقات الوسيطه اللي بتضيع اكثر من 50% من ربح المزرعه، اكثر من 50% من ربح المزرعه اللي بيستهلكوا الحلقات الوسيطه، التاجر والسمسار والتاجر اللي بيبيع. لو قدرنا ان احنا نقلل الحلقات الوسيطه ديت مكسب المزرعه اللي هو المربي الصغير هيزيد، وكمان التاجر اللي بره مكسبه هيزيد. صناعه الدواجن دعم اساسي لتوفير الامن الغذائي. انت من وجهه نظرك شايف صناعه الدواجن راح فين؟ انا شايف ان صناعه الدواجن ان شاء الله في ازدهار وفي تقدم. احنا بفضل الله الوقت وصلنا للاكتفاء الذاتي في بيض المائده، وصلنا للاكتفاء الذاتي 99% تقريبا من استهلاك الدواجن اللحوم البيضاء. الحمد لله احنا عندنا اكتفاء ذاتي منه، بل وصلنا ان احنا دلوقتي بدانا نصدر كتاكيت امهات تسمين لبعض الدول الافريقيه زي غانا وبعض الدول العربيه زي الامارات والاردن. تمام. اخيرا انت شايف تذبذب الاسعار بتاع الدواجن شايفها ازاي؟ يعني مين بيتحكم في مين؟ والله هو حته تذبذب الاسعار ديت بترجع برضه للحلقات الوسيطه. احنا ان شاء الله حته تذبذب الاسعار ديت مع الاجراءات اللي الحكومه بتعملها من تنظيم عمليه الدخول والخروج نقدر ان شاء الله المره الجايه او في المراحل المقبله ان شاء الله ان يكون في اسعار استرشاديه، بحيث ان الناس تبقى عارفه ان التكلفه بتاعه الفراخ هتكلفها قد كده ويكون في هامش ربح لها. وبامر الله يعني في جهود حثيثه الوزاره بتعملها لضبط السعر، لان زي ما حضرتك عارف ان عمليه الاسعار دي عباره عن طلب وعرض. فلو ان شاء الله كل المربين الصغيرين التزموا بعوامل الامان الحيوي وان هم يطلعوا فرخه سليمه هيكون في وفره في السوق، وبالتالي ان شاء الله لما كميه الفراخ تكون متوفره في السوق ان شاء الله يكون الاسعار بتاعتها مناسبه لكل من المربي ولكل من المستهلك. لكن بالنسبه لي المشروع يعني بعتبره مشروع قومي بالنسبه لنقل مزارع الدواجن للظهير الصحراوي او من المفتوح للمغلق. في تجاوب دلوقتي حاليا مع المربين؟ في تجاوب كتير من صغار المربين. احنا بيجي لنا احنا حاليا دلوقتي شغالين بنجوب محافظات الوجه البحر ووجه الابن، غير كمان الطلبات اللي بتجي لنا على الارقام الخاصه بقطاع تنميه الثروه الحيوانيه الدجن، كلها طلبات. الناس بقى عندها وعي كبير بفوائد تحويل المزارع من النظام المفتوح للنظام المغلق. المربي دلوقتي بقى عنده وعي، عارف ان هو لو اهتم بالمزرعه بتاعته قفلها كويس اشتغل في نظام الكلوزد سيستم هتكون بامر الله سبحانه وتعالى ربحيته اعلى وهيكون انتاجيته افضل، وده طبعا هتوفر عليه. كمسؤول رسالتك لمين؟ والله لصغار المربين والناس ان شاء الله اللي يتعب في المهنه ربنا سبحانه وتعالى هيوفقه وهيكرمه. الناس اللي لسه ما عندهاش وعي باهميه التحويل المفتوح للتحويل المغلق اسمعوا لكلام الفنيين في وزاره الزراعه عن اهميه التحويل من مفتوح للمغلق.
الكلام ده هيفرق معاك كتير، بدل ما انت في السنه كلها بتربي اربع دورات انت ممكن توصل لسبع وثمان دورات في النظام المغلق. في لجان متابعه هنا دوريه بالنسبه على المزارع الدواجن. لجان المتابعه بتجوب انحاء مصر كلها اذا سواء اذا كانت مركزيه عن طريق مهندسي قطاع تنميه الصرف والعنايه والدجنه او عن طريق الزملاء في مديريات الزراعه والادارات الزراعيه بالاقاليم المختلفه. تتم عمليه المتابعه والمراقبه لكل منشات النشاط الحيواني والدجن، لدرجه ان احنا في ترخيص التشغيل اللي بنمنحه ليه مزارع الدواجن وانا ماشي المواشي مشترطين ان يلغى ترخيص التشغيل في حال مخالفه النشاط. يعني لو الراجل واخد نشاط بحاجه معينه واللجان اللي بتلف عليه لقت اشتراطات الامن الحيوي بتاعته مش كويسه او لقت انه غير النشاط بتلغي له ترخيص التشغيل، وده بيترتب عليه عقوبات اداريه بعد كده. دي كانت آخر رحلتنا لزيارة لمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية. زرنا فيها مصنع لإنتاج أعلاف الدواجن، وكمان زرنا مزرعة للدواجن، ومن خلال فريق برنامج الثروة بنرصد وبنتابع جميع المشروعات الناجحة في الدولة، سواء إنتاج زراعي أو حيواني أو داجني أو سمكي، وكمان صناعات غذائية. انتظرونا في حلقة جديدة مع فريق برنامج الثمرة. تجها يبرق في كل شارع، ده المصر دايما فنان وبارع، قادر يوفر قوتنا وزادنا. سمرة يا سمرة يا سمر بلدنا، بإيدين ولادك ولاد ولادنا، نزرع ونحصد ويزيد عدد. أسواقنا مالية، مشرعنا ضخم ومكاسبها غالية، حالفين هنكتب قصة نجاحنا. سمرة يا سمرة يا سمر بلدنا، بإيدين ولادك ولاد ولادنا، نزرع ونحصد ويزيد عددنا. سمرة يا سمرة يا سمر بلدنا. هذا البرنامج برعاية